بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا كيفاش نقاد واحد لاباج اللي كتمكن واحد الكليون باش يدير واحد الكوموند. باغ اكزومبل مثلا اون فوا كنديروا لوثنتيفيكاسيون كندخل واحد لاباج تاع افيكتي ولا اجوتي واحد الكوموند، ثم كنسيليكسيوني لارتيكل اللي بغيت ثم الكونتيتي تاع لارتيكل وكنفاليدي الكوموند الباز دو دوني. طيب اذا لا كيسيون كري اون باج permettant de passer une commande en sélectionnant l'article, qu'un sélectionne l'article à commander avec sa quantité. L'accès à cette page n'est pas autorisé par un utilisateur non connecté. Les manettes de la page n'est accédé là, il est l'utilisateur non connecté. La même chose, les pages profil ou update client. Le client sélectionne l'article à partir d'une liste remplie avec des désignations, avec les désignations des articles. L'utilisateur va sélectionner les clients les articles et le une liste déroulante via la liste des articles. C'est les articles. طيب اذا غادي اجوتي باج. هنا ديجا عندنا لا باج سميتها كري او لا ليست كوموند. هذه المره اجوتي كوموند. اذا نوفيل اليمون ثم اجوتي كوموند. هاد لاباج هادي غادي اول حاجه غادي نسيكريزي هاد لاباج نسبيا بين قوسين نسيكريزي ماشي واحد الدرجه مهمه، ولكن على الاقل ما نعطيش لو دووا للناس اللي مكريين اللي ديجا كاينين في وسط ديجا ما نديرش اوتنتيفيكاسيون ما نديرش لو دووا لهاد لاباج. حيت لاباغتي تاع السيكوريتي بوحدها حتى هي حتى نشوفها اون ديتاي حيت فيها ما يدير بزاف. طيب هاد لاباج ما اكسيدي لها الا اللي كان اوكي. طيب دابا قلنا حنا بين ليتيليزاتور افترضنا دابا راه ليتيليزاتور نفترضو كونيكتي هو اكسيد هاد لاباج، اش غادي يدير؟ غادي نافيشيو ليه واحد لا ليست نتاع لي زارتيكل ثم واحد زون دو تيكست فيها الكونتيتي كوموندي ثم بوطون باش يفاليدي الكوموند. كيف ما هي العادة دائما باش ننظم الخطوات تاعنا كنأجوتي واحد الطابلو. اذا غادي نجي اول حاجه مثلا السورس اون اجوتي اش ان بالنسبه للطابلو مثلا اجوتي ان اجوتي كوم ممكن ندير اش 3. هنا ممكن نخدمو بمود اسيستون بعدا مود اسيستون ممكن نخدمو لي كونترول تاع اس بي دوت نت ونبريسيزي لهم كاع لي زانفورماسيون ولا كاع لي بروبريتي نتاعهم كاملين، ولكن انا كنفضل اختصارا الوقت اختصار الوقت نستخدم هاد لوتين تاع سيليكسيوني ثم جليسي باش نختصر الوقيته. اما نفس البرانسيب اما دابا فاش كنجرب التكست بوكس حطيتها هنا تلاحظوا كود سورس اللي تحطوا هذا او لا الا جيت انا مثلا كتبت اي اس بي دو بوان سميت الكونترول اللي هو التكست بوكس عطيت الاي دي ضروري اللي هو مثلا سميت تي ثم الشيء الاخر اللي هو ران ات عطيت سيرفر ثم سد الكونترول بهذا الشكل هذا تلاحظوا اون فوا غادي سوبريمي غادي تلقى عندي زون دو تكست. اذا حنا دائما كنخدمو بمود اسيستون حيت نفس البرانسيب كيتطبق بالنسبه للكود. اذا دابا غادي ناجوتي طابلو اللي فيه لين الاولى تاع كوموند او لا لين الاولى تاع دوك لي ديزينياسيون لين تاني تاع كونتيتي كوموند ثم لين تاني تاع بوطون اونفوي. اذا كان عندي 3 لين او دو كوموند. طيب انا مثلا اسمي ارتيكل ثم هنا منين اجوتي لي زارتيكل لازم تكون مثلا كونتيتي اجي غادي نزيد فيزيوني موديفي فيزيوني ثم غادي نصغر لاطي بهذا الشكل. هاد الارتيكل غادي نستخدم واحد ليست ديفو بهذا الشكل ثم كونتيتي كوموند عباره على زون دو تكست. هنا ملاحظه اخرى هي ان فوا كان اجوتي واحد ليست دي غولون غالبا هاد لي ليست اللي هو كومبو بوكس او لا لي ليست اللي هو دروب داون ليست او لا ليست بوكس او لا راديو بوتون ليست او لا تشيك بوكس ليست كلهم هادو كيكونوا مليين باغ ديفوك او لا كيتليو عن طريق واحد في تلي تربطو من باز دو عن طريق واحد سورس دو دوني كنكري واحد الاوبجي اللي هو اس كيو ال كنكري هاد الاوبجي اس كيو ال داتا سورس ثم كن اكس نحت فيها روكيت ليبيت وكان ليا مع شي مع هاد لي كونترول
ثم انا باقي ما لقيتوش كتب لي انديبوندون بينا ما مرتبط مع حتى شي شخص ضدنا. ثم غادي اجوتي البوطون تاع اجوتي اجوتي. دابا بقى لنا هاد لي طاب من بعد ما رسمنا هاد الانترفاس بهذا الشكل هذا، بقى لنا لي طاب باش نعمرو هاد ليست دي غونت دوك لي زانفورماسيون او لا بليست نتاع لي كليون او لا بلا ليست نتاع لي كوموند من باز دو دوني لا ليست تاع لي زارتيكل. اذا لبيت نعمر هاد دروب داون ليست بلي زارتيكل بكل بساطه غادي نجي هنا، ثم غادي نستخدمو دائما حتى دابا بنعمر لا ليست من باز دو دوني. اذا غادي نستعن بالموديل غادي نكري فيها الفونكسيون كتجيب لا ليست نتاع لا ليست ديال لي كليون او لا ليست كون تاع لي زارتيكل. وما بغيتش انا لا زارتيكل او لا لي كونترول او لا لي شون كامل، فقط بغيت ديزينياسيون مثلا فروم ارتيكل. ثم غادي نجي هنا ديزينياسيون بهذا الشكل عفوا فيرم هاد لا بارتي ثم سيليكت ديزينياسيون فروم ارتيكل بهذا الشكل. غادي نجي للموديل كيف ما اتفقنا، ثم غادي ناجوتي فونكسيون سميها مثلا بيبليك فونكسيون نعطيها السميه مثلا اللي هي ريد ديزينياسيون ارتيكل. وكيف ما قلت ان هاد السميات غير هما اسماء عشوائيه، اما نورمالمون في لي بروجي ريال كتكون واحد البارتي او كتكون واحد التسميه اللي كتحترم بعض لي ريغل. باغ اكزومبل مثلا كنحط سميات البروجي واللون مثلا نسمي مثلا جيستيون، مثلا سميت البروجي جيستيون دو فونت هي الاولى مثلا تيري، مثلا سميت لا طابل او سميت لونتيتي اللي هو ارتيكل. ثم نقدر نكتب ريد او لا جيستيون فونت ارتيكل كنعطي ريد اللي كنعطي السميه نتاع لاكسيون مثلا مثلا ديزاين يصف هذا الشكل. اذا هذه التسميه ممكن نحطها او لا ندير شي تسميه اللي كتكون كتجمع كاع لي زانفورماسيون، واي واحد مثلا في الفصل كيخدم في البروجي بغا يجبد هاد الميثود كتجي طار اون فوا كيقرا السميه تاع الميثود من السميه تعرف الكونتوني تاعها. ثم انا غادي ندير ريتيرن اكزاك اس كيو ثم غادي نعطي لا روكي تاع ديزينياسيون. طيب دابا غادي نجي لهنا في وسط اللود نتاع اجوتي كوموند، ثم عندنا حنا ديجا ديكلارنا واحد لوبجي اللي هو تي ار كيساوي هاد لي زانفورماسيون، وما نساوش نديرو تي ار بوان كلوز باش ما تخرج باش ما يوقعش لنا واحد المشكل واحد المشكل. دابا تي ار كتحتوي على هاد لا ليست تاع ديزينياسيون بهاد الشكل. دابا بقات ليا كيفاش نهز هاد لي زانفورماسيون من تي ار ونعمر بهم دروب داون ليست. بكل بساطة فور او لا وايل تي ار بوان ريد دروب داون ليست بوان ان بوان ايتمز، بمعنى باش ناكسيدي للكوليكسيون اللي كتكون ضمن هاد الكونترول بوان اد ونعطي لا فالور هنا اللي هي دي ار دو زيرو. علاش درت دي ار دو زيرو؟ حيت في هاد الحالة هادي كتريتورني ليا فقط او كتعطيني فقط شون واحد. كون درت مثلا ايطوال غادي نبدل دي ار دو زيرو دي ار دو مثلا دو ولا تخوا على حساب سا ديبون لون بلاسمون نتاعها. طيب دابا غادي نكزيكوتي، حنا غادي نحاولو نديرو هاد سيت باج كوم ديفينير كوم باج دو ديماراج ثم اكزيكوتي. انا نتمنى لاحظنا اوتوماتيك تاني اللوغين. دابا غادي نرجع للباج اجوتي كوموند بعد ما عطاني لا ليست نتاع لي زارتي. بقى عندنا هنا دابا كيفاش نبروغرامي او لا كيفاش نعطي لا كونتيتي. هنا هاد لو شون هذا كنحط فيه لا كونتيتي باغ اكزومبل مثلا 7 مادام الكلافي ولا 10 ولا لا كونتيتي. ولكن لاحظنا هاد لا كونتيتي ليتيليزاتور عندو دغوا باش يحط لي شين دو كاركتير، وهذا خطا. مثلا ندخل شين دو كاركتير كيعطي لو دغوا، خصني اون فوا ندخل شين دو كاركتير دي سوبريم ما عطينيش دغوا باش نحط شين دو كاركتير. اذا باش ندير هاد لو تريك هذا ايل سوفي باش نجي لوست هاد التكست بوكس، ثم غادي ناكتيفي هاد لوبسيون اكتيف بوسيون وهاد لوبسيون اللي هي خصنا سيكسيون كونترول هو الاول اوتو بوست باك. اوتو بوست باك بمعنى باش اون فوا ليتيليزاتور يكتب شي تكست هنايا او لا اون فوا يتحقق او لا تيكزيكوت ليفينمون
تكست شانجد غادي يمشي يدير واحد لابيل للسيرفر ويكزيكوتي واحد البروسيدور ايفينونسييل. اذا دابا الا درت انا تراش غادي يوقع، افترض دابا نكليكي دوفا على هنا ثم غادي ندير اليرت او لا ميساج بوكس وغادي ندير ميساج. اذا هنا الى اكتيفيتي تاع ديال تيتاترو اش كيوقع؟ اون فوا كنغير لو تكست مثلا كانت في درتيت فيها ا وصحيت الكيرسور وحيت الفوكس من تما اش كيوقع؟ كي اكزيكوتي هذا الميساج، بمعنى كيمشي كيدير واحد الغابيل للسيرفر وكي اكزيكوتي هذا البروسيدور ايفينمونسيال اللي هي تكست بوكس، فاش كيوقع لي ليفينمون تكست تشانج. بينما الى درت لها خليتها ترو الى خليتها فولس ما كي اكزيكوتيش ما كي واخا تنغير على هذا على هذا البروسيد على هذا الكونتوني تاع التكست بوكس ما كيديرش واحد ما كيكزيكوتيش هذا البروسيدور ايفينمونسيال. طيب حنا دابا درنا اون فوا يتغير على التكست اكزيكوتي هذا البروسيدور اللي كان هنا. دابا غادي ندوزو للديتاي، هذا البروسيدور اش غادي يكون فيها؟ غادي نتيستي على لو تيب نتاع هاد الفالو، مثلا لو تيب ديال هاد العدد هذا اللي هنا. وهاد لو تيب بكل بساطة مثلا غادي نجي ندير اف مثلا بخصو يكون لو تيب فورما نيميريك، اذا اف از نيميريك تكست بوكس اذني معاك هنا تكست بوكس ان بوينت تكست كتساوي فولس، بمعنى كنهز داك لو تكست اللي كان في وسط زون دو تكست وكنشوف واش نيميريك. الا كان از نيميريك غادي كترتورني ترو الا كان نيميريك، وكترتورني فولس الا كان ماشي نيميريك. الا كان ماشي نيميريك اش غادي ندير؟ غادي نجي ندير تكست بوكس ان بوينت تكست كيساوي الفيد بهذا الشكل هذا بوان تكست كيساوي الفيد. هذه نقطة أخرى. ونقطة ثانية هو أنني غادي نقول ليه أن هذا الكونترول خصو أوبليغاتوار يدخل، بمعنى واخا تحت فيه صفر على الأقل خصو يكون صافي. مثلا لو شون مثلا كومبلي لو شون ثم خصني لي كونترول تو فاليديت لي عن طريق تكست بوكس. طيب ثم كاين ملاحظه اخرى وانني ممكن تيستي على هاد الفالور خصو على بمعنى على لو تيب نتاع الفالور تلاقا مع لي كونترول دو فاليداسيون. مي انا بغيت باش نفضل هاد الفكره هادي باش نتطرقوا للفكره نتاع اوتو بوست باك بالنسبه للتيست للتكست بوكس. طيب دابا غادي نمشيو للباج تاع اجوتي كوموند، ما علينا لان انا باقي غادي اجوتي هاد الباج غادي ليا باج بروفيل غادي نسي مثلا هذا ثم غادي ندير ا غادي نكليكي لحد ما كنخوي كيخوي اون فوا كنكليكي فاليزي خصني نغومبلي لو شون بليغاتون. اذا نحتاج سبعة مثلا بعد كن نحيد الكرسي سا مارش اونفاي كيت اونفاي مزيان. طيب دابا بقات لنا لا فاز تاعت اجوتي، بمعنى اون فوا نكليكي على اجوتي غادي يصيفط هاد لي زانفورماسيون باز دو دومين. اذا غادي نتعامل مع باز دو دوني، اذا ضروري او لا اعتمادا على الطريقه اللي تنديرو غادي نجي للموديل باش نكري فونكسيون كتاجوتي كوموند كتاجوتي كوموند. هنا الى طلعنا على لا طابل شفنا لي زاتريبيون تاع لا طابل او لي شون تاع لا طابل كوموند، كاين لو نيميرو تاع الكوموند ثم كاين الدات تاع الكوموند ثم كاين النيم تاع الكليون ثم النيم تاع الارتيكل ثم الكونتيتي تاع الارتيكل. كاع هاد لي زانفورماسيون غادي نعمرهم، ولكن ليوتيليزاتور اش كيعطي؟ فقط كيعطي كي سيليكسيوني لو نيم، فقط كي سيليكسيوني لارتيكل وكي سيليكسيوني كذلك لا كونتيتي، بمعنى هادو كلهم غادي نستنتجهم انا. غادي نقادو لا روكيت اول حاجه، غادي اولا غادي نبازي على شي روكيت ديجا كاينه كوموند بهاد الشكل. هنا غادي يكون نيم تاع الكليون ثم تابع نيم تاع الارتيكل ارتيكل ثم اخيرا كاين كونتيتي بهذا الشكل. اذا غادي نجي هنا غادي ناجوتي واحد الفونكسيون نكاد فونكسيون اخرى مثلا اد كوموند بيبليك فانكشن اد كوموند بهذا الشكل. هاد الفونكسيون اش غادي نعطيها في البارامتر؟ غادي نعطيها اول حاجه هي الاي دي نتاع الارتيكل نسميو مثلا نيم ارتيكل او نخلو فقط ان نيم ارتيكل از
غادي يكون فورمون نيميري. ثم حاجه اخرى غادي نتا هو الكونتيتي، كونتيتي از انتيجر. ثم انا غادي ندير ريتيرن لا فونكسيون اكزيك اس كيو ال. هنا في هذه الحاله كندير عندي اد، لان هنا ما عنديش ريد، غادي نجي ندير دبل في في ميتال قبل واحد. ثم انا غادي نحط لا روكيت، غادي نبقى كنموديفي على هاد لي شون. هنا باش نريكوبيري لا دات غادي نجي ندير دات دات تايم او لا دات بوان ناو بهاد الشكل. بالنسبه لو نيميرو نتاع الكليون انا غادي نعاود نزيدو نفهمو مزيان لافونتاج نتاع، انا ما نساش هاد لي سينكل كون لافونتاج هاد لي فاريابل جلوبال اللي درنا يسيفي باش ندير لو كليون. حتى انا ديجا عرفتو اون فوا كيتسجل كيتحط لو نيميرو نتاعك تاعنا. بالنسبه لو نيميرو نتاع الاختيكل انا عفوا لو نيميرو نتاع الكليون نبدا هاد لي دابل كود يكون فقط بهذا الشكل. لا ميم شوز بالنسبه لي نيميرو ارتيكل، لي نيميرو تاع ارتيكل ولا جي فوسط البارامتر. لا ميم شوز بالنسبه للكونتيتي، كونتيتي. طيب دابا غادي نجي يوتيليز ابديت او نجي اجوتي كوموند، ثم غادي ندير نفس الخدمه اللي تندير دائما ريكوبيري ثم تريتمون ثم ريزولتا. ريكوبيري غادي ندير ديم سمير، غادي نريكوبيري كيفاش. هنا نقطه اخرى مهمه هو كيفاش غادي نحصل على الاي دي نتاع الارتيكل انطلاقا من سميتو. إن حنا فاش كنافيشيو كنافيشيو فقط غير الاسماء نتاع لي زارتيكل، ولكن حنا بغينا حنا بغينا نحصلو على الاي دي نتاع الارتيكل. هنا غادي نجيو، اذا حنا لا انتبهنا ديجا في وسط باز دوتون اش كاين عندنا، كاين عندنا لا ليست نتاع لي زارتيكل، لا ليست نتاع لي زارتيكل، ولكن غادي نديرو سيليكت اول فروم ارتيكل باش نشوفو. كاين لا ليست تاع لي زارتيكل ثم الارقام نتاعهم غادي ايدونتيتي، او الذي من اخر هو اوتو انكريمنت. هاد لو نيميرو نتاع الارتيكل كيت انكريمونتا اوتوماتيك. هنا باش نحصلو على هذا انطلاقا من هذا بلا ما نعاود ندير نعاود نرجع لباز دوني ونجبد الاي زين تاعهم. مع مثلا في لوكان تاعي الا ما كانش هذا العدد، مثلا كان هذا العدد ديتيليزاتور اللي كيدخلوا، مثلا كانت 50 بحال مثلا اس بي ان او لا شي فورمات تاع لونوم بهذا الشكل هذا ما كانش اوتو انكريمنت. هنا ما غاديش يكون الترتيب بهذا الشكل، واحد جوج ثلاثه يقدر يكون 50 يقدر يكون 3 هنا صفر هنا 4 هنا. ضروري في هذه الحاله خصني نجي نرجع لباز دودون، عندي جوج اختيارات. الاختيار الاول هو اون فوا نسيليكسيون تيليزاتور غادي نهز هاد الفالور لي سيليكسيونا ونمشي نشوف لو نيميرو نتاعي اللي كاين في باز دوني ونحطو في وسط لا فونكسيون او لا في وسط الفونكسيون كوموند. ثم كاين طريقة اخرى هي انني غادي نجيب هاد لي ديزينياسيون ثم نجيب هاد لا ليست نتاع لو نيميرو لي زارتيكل في وسط الروكيت، باش نقول في وسط الروكيت بمعنى هاد الروكيت هادي. وابخي فاش ندير واحد فاش كندير واحد الغومبليساج لا سميتو، فاش ندير واحد الغومبليساج الدروب داون ليست، حنا كيف ما عرفنا دروب داون ليست عندها جوج تاوع لي فالور، او لا كنعطيها جوج تاوع جوج تاوع للتكست. الفالور الاولى كتحط هي على شكل تكست هي اللي كتبان ليتيليزاتور، ثم الفالور الثانيه هي لا فالور تاعك اللي كتحط كوتي سيرفر او لا باش كنريكوبيري ديك لا فالور هي اللي كنريكوبيري. اذا الفرق بين التكست بحال مثلا في وسط اوبسيون فلاش تي ام ال، مثلا اوبسيون فلاش تي ام ال دائما كندير اوبسيون بهذا الشكل. هنا كنكتب مثلا تكست مثلا مثلا اها، ثم انا كنحط واحد الفاليو، هاد الفاليو هادي مثلا كنحط فيها باغ اكزومبل اخ. اذا هادي كنتعامل معاها الا بغيت ريكوبيري لا فالو، وهادي فقط كتبان لي تيليزات. ولا ما حطيتش انا هادي باغ ديفو، هاد اللي كتب هاد الفالو اللي كتبان لي تيليزاتور هي اللي كتبان في وسط فاليو. اذا حنا غادي نستثمروا هاد لافونتاج اللي عندنا، وهاد الارقام غادي بهذا الشكل هذا، ثم غادي نستثمرو انطلاقا من واحد الفونكسيون او انطلاقا من واحد البروس واحد البروبريتي نتاع دروب داون ليست. غادي نجي لهنا ندير واحد لو تيست، ثم غادي ندير ميساج بوكس. هنا غادي نجي لهنا ندير دروب داون ليست دروب داون ليست بوان. هنا بوان كان اكسيدي لهاد لي ميثود. هنا الا درت سيليكت ايتم كيعطيني سيليكتد ايتم كيعطيني الفالور لي لي ليمون لي مسيليكسيوني، سيليكتد فاليو كيعطيني الفاليو نتاع لي ليمون لي مسليكسيوني، ثم انا سيليكت الاندكس كيعطيني الاندكس نتاع لي ليمون لي مسليكسيوني هي وهادي هي البروبريتي اللي غادي نخدمو بها. سيليكتد اندكس بهذا الشكل هذا.
ولكن انا درت سيليكتد اندكس، حنا عارفين لي كوليكسيون كيبداو من صفر، هنا كيبدا عندنا الترتيب من واحد. اذا غادي سيليكتد اندكس بليس ان بهذا الشكل، وغادي اكزيكوتي بوغ لو تيست. غادي ندير لوغين ثم اجوتي كوموند. لاحظنا واحد جوج ثلاثة، غادي نحط ثلاثة مثلا حتى انا واحد، ثم اجوتي. لاحظنا اوتوماتيك عطاني 3، اوتوماتيك عطاني 3 بهذا الشكل. طيب اذا دابا بكل بساطة غادي ناجوتي، غادي نزلك لي زانفورماسيون لا فاس تاع ريكوبير ولا تباينه، ديم نسميوها متاع حنا بنا جوج لي فالور. كاين لو نيميرو تاع الارتيكل از انتيغل كيساوي هاد لا فالور، غادي كيساوي فال او لا. هنا الفال هادي جدرتها فقط باش نكونفيرسي الفالور نيميريك، او لا سي ان تاعي كذا كتحول اونتي بهذا الشكل. ثم ديم كاين عندنا الكونتيتي از كونتيتي از انتيغر تاعي، انا ممكن نديرها دوبل، ولكن الا درتها دوبل خصني ندير واحد التيست على هاد الفونكسيون باش عاد اكسبتي تدخل حتى الفونكسيون حتى الفيغيكول تاعي. هنا كيساوي لا فالور نتاع تكست بوكس ان بوان تكست. اذا لا فاس تاع هاد الريكوبير دا سامار بقات لنا لابيل تاع الفونكسيون. هاد لابيل اش غادي ندير؟ السميه تاع الفونكسيون اللي هي اد كوموند بهذا الشكل هذا، غادي نعطيه لو نيميرو ثم كونتيتي. ثم بقات لنا مرحلة أخرى باش نأفيشي الريزولتا. هاد الريزولتا هادي غادي نحط واحد لابيل هنا، ونفس القاعدة دائما غادي نحاول نغير لها بعض لي بروبريتي، ومن بينهم فور كالار خصو يكون بالخضر، ثم الداك غراوند باش يبان التكست مزيان. فونت بولد كتساوي ترو، ثم غادي نجي بروبريتي التكست وردها كتساوي فيد. ثم غادي نكتب هاد لابيل حيت لهاد لو تكست باش ما تبانش، غادي نكتب انا لو تكست نكتب فيها لابيل مثلا اللي هي لابيل ان وان تكست كيساوي مثلا هنا كتبنا التكست هكا ما حطيتوش في لابيل، لان شوز ممكن نحطو في التكست هنا. دائما علاش كنحفظ له لابي؟ حيت لابي كيكون عندي دغوا باش نموديفيه عليها انطلاقا من هنا، انطلاقا من نص البروغرام ولا من الكود بها. ثم نقطه اخرى امتى تجي تنفعني لابي؟ الحاله مثلا فاش كنقاد هذا السيت ويب وبغيت يكون بزاف لي لونغاج، مثلا بغيت يكون بالفرنسي والعربيه وبالانكلي، فهاد الحاله هادي ضروري ما نحط انا لي لابي باش نعود يكون عندي دغوا باش نموديفيه على اللونغ. هنا اي واحد مثلا قدر يسمع اللونغ غادي تبان ان القضيه شويه فيها بعض الصعوبات باش نموديفي اللونغ من عربي لفرنسي لونغلي، ولكن هي طريقه اللي جد جد سهله. يسفي باش ناجوت دي ميثود هنا فونكسيون، انا كنعطيها لا ليست نتاع لي لابيل وكنعطيها اللونغ. الا كانت ار كتحط لي لونغ، كانت اف ار كتحط لي لونغ، كانت او ام كتحط لي لونغ، بمعنى الطريقه اللي هي سهله ما فيهاش بزاف الخدمه. هذا فقط للتوضيح. ثم غادي نكزيكوتي ونشوف واش كوموند فريمون كيتاجوتي او لا. اجوتي هنا خصنا اجوتي واحد اجوتي كوموند ليتيزاتور، اجوتي كوموند. ثم غادي نسيو مثلا بيتنا اكرون بيت 20 اكرون، اجوتي انا اجوتي سا مارش. ثم غادي نجي لو تيست نمشي لا ليست نتاع لي كوموند سيليكت اول فرون كوموند. لاحظنا خمسة فهاد لا دات هنا، ثم اجوتي 20 سا مارش هنا سا مارش هنا سا مارش. اذا تاجت انا 4 سامر. اذا حنا لاحظنا تاجت عندي واحد الكوموند جديد، العايز رقم نتاع الارتيكل هو 3. الا جيت انا درت سيليكت ارتيكل وير نيم ارتيكل كيساوي 3، غادي لاحظوا غادي تعطيني ايكون. طيب اذا ايكون نديرو تيست اخر مثلا، انا دائما هاش كيعطيني واحد حيت الاي دي انا ديجا درت يوتيليزاتور واحد والاي دي نتاعو هو واحد. اذا انا لاحظنا بروبليم اون فوا كان فاليدي لي زانفورماسيون كيعاود يعمر هاد لي زون دو هاد لي تكست بوكس. اذا باش نيفيتيو هاد البروبليم هذا غادي نجي لهنا، وهادي اوكازيونيت باش نشوف واحد النوصيون اخرى مهمه هنا. علاش عمرت هاد البارتي هادي؟ علاش عمرت هاد دروب داون ليست او هاد لي ليست دي غولونت عمرت بزاف د المرات؟ الجواب هو انني اون فوا كان اكسيدي لهاد لاباج كنعاود ندير لابيل لهاد لاباج
كنعاود ندوز على ليفينمون لود، وهاد ليفينمون لود كيتطلب باش نمشي نجيب لو فونكسيون اريد، ونعاود نقراها ونحط دوك لي فالور في وسط دروب داون ليست. اذا اون فوا كان اكسيدي لا باج دروب داون ليست، كيهز دوك لي فالور مره اخرى جديده وكيحطهم هنا. اذا مع العلم اننا حنا اكسيدنا هاد لا باج مره واحده في لوليا، ولكن اون فوا كليكيت على اجوتي راه ديجا مشى لباز دو دوني، عفوا ديجا مشى لهاد لا باج وعاود اكزيكيوت هاد اللود، اكزيكيوت هادشي باللود. اذا شاك ايفينمون في وسط هاد لاباج كيتطلب واحد لابيل، اي ابيل سيرفر مثلا فاش كليكيت على اجوت تام مشات لاباج كلها تاع السيرفر وتيكزيكيوت وتريت دوك لي زانفورماسيون وحاول تعطيني الريزولتا. لكن اون فوا كنكليكي على اجوتي فاش كتمشي هاد لاباج السيرفر كتيكزيكيوت ضروري كندوز على اول مرحله، ضروري كندوز على كنيكزيكيوت اللود ديال الاولى، مع العلم انني فقط كليكيت على اونتري كليكيت على هاد اجوتي، ولكن ضروري كتيكزيكيوت اللود كتيكزيكيوت باش نتيستو مزيان. مثلا كليكي على اجوتي 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 ثم نشوفو لاحظ هادشي لا لي زيرو نوت عمل، بمعنى كل كليك كيتيكزيكيوت هاد الكود. هذا هو الميساج اللي بغينا نفهمو، هو شاك كليك كتعاود تاكتواليز لا باج كلها، كيعاود هاد لا باج كتمشي للسيرفر وكيعطيني ريزولتا اخرى. وبما انها كان شاك كليك كنعاود ندوموندي هاد لا باج، وفاش كندوموندي كيت اكزيكوت هاد الكود وكتعاود تعمر هذاك لا طابل مره اخرى. باش نيفيتي هاد البروبليم هذا اش غادي نقول له؟ غادي نقول له عمر هاد الكود هذا بيتونيت اكزيكوت مره واحده. واش هي هاد المره؟ هي اون فوا اكسي دي لا باج انطلاقا من لوليا، اون فوا اكسي دي لا باج اول مره. اذا غادي نقول له اف إذا كانت هاد باج بوان باج بوان إيز إيز بوست باك كتساوي فولس إكزيكوتي هاد الكود، بمعنى هو أن فاش كنكليك على هاد البوطون أش كيوقع؟ تيوقع هاد البوست باك. فاش كنكليك على هاد البوطون كيوقع هاد البوست باك، هاد البوست باك واحد الغابيل لهاد لاباج من السيرفر، كنعاود ندوموندي الباج من السيرفر. بينما دابا راه أكسيزيت لاباج ديريكت موقعش عندي بوست باك، ولكن فاش كان مثلا ندير لو تكست بحال هادشي هذا ثم ندوموندي فينا لاحظنا وقع بوست باك، مشيت هي صفت هذاك وقع هنا ايفينمون تشانج من هذا البوست باك. اذا هنا غادي نجي درت لي انا اف از بوست باك تساوي فولس، بمعنى اون فوا اكسي دي لاباج بلا بوست باك غادي افش هاد لي زانفورماسيون. ثم غادي نجي للباج بروفيل او لا بروفايل، ثم غادي ناجوتي لينك بوطون او تي تكست مثلا اجوتي كوموند. لو تكست اجوتي كوموند بهذا الشكل هذا، ثم بوست باك يو ار ال هو لاباج اجوتي كوموند. دابا غادي نيكزيكوتي مره اخرى وندير واحد لو تيست. دابا انا اجوتي كوموند ردي اللوغ حتى نسجل مزيان اجوتي كوموند، لاحظنا ندير واحد لو تيست نجيو نشوفو لاحظنا هادو تيبقاو فيكس ما كيتاجد ما كيتزادوش بزاف لا ندير 20 مثلا او لا ندير هاد المره 15 اجوتي. لاحظنا فوتر كوموند اي تي اجوتي، نجي نتيست لاحظنا كلافي هو صفر او لا هو واحد وانا كونت هو 15. سيلكت اول فروم كوموند عطاني اللوت نتاع اليوم نص لوت اليوم هو هذا، ثم مينيمو الكليم هو واحد ملي جابو من السيسيون هنا الايدي تاع الارتيكل هو واحد ثم 15. تيبان لي الفكره غادي تكون تظهر. اذا حنا فاش درنا هاد اجوتي كوموند اشنا هما المراحل اللي دزنا منهم؟ اول حاجه كرينا لاباج كوموند، وهاد لاباج كوموند درنا فيها هاد لي فورمولا بهذا الشكل، درنا فيها هاد الفورمولا هاد الطابلو وهاد لي زيليمون. ثاني حاجه واخا اللي خصنا متوقع نديرو حنا خلينا هي الاخرى، هي اجوتينا هاد لو ليان هنا باش ندير واحد الغولاسيون بحيث ليتيليزاتور يدخل اكسيدي لهاد لاباج ديريكت. حيت ليتيليزاتور ما غاديش يعرفش لي اجوتي كوموند يكتبها في وسط لوليا، ضروري خص واحد لوليا اللي كيدي لهاد لاباج اللي هي اجوتي كوموند. طيب بالنسبه لباج اجوتي كوموند في وسط اللود درنا جوج لو تيست، درنا جوج تاع لي شوز او لا جوج تاع لي زانسكريبسيون. الحاجه الاولى هي عمرنا هاد زون عمرنا هاد لي دروب داون ليست انطلاقا من واحد الفونكسيون اللي كريناها اللي هي هادي ريد ارتيكل. ثاني حاجه درنا هي درنا واحد لو تيست على هاد لاباج، بحيت هاد لاباج ما اكسيدي لها الا شي واحد مسجل الا الا كانت واحد السيسون مفتوحه. ثم شيء اخر هو تيستينا على هاد دروب داون ليست، تيستينا عليه من جوج الحوايج. الحاجه الاولى هو انه يكون ديفيرون بمعنى يكون ما يكونش فيد في لاجو، ثم حاجه اخرى هو لو تيب نتاعو خص يكون
فورما نيميري. ثم اخر مرحله هي فاش كنكليك على اجوتي كيصيفط لي زانفورماسيون لباز دو دوني. فاش كيبي يصيفطهم اول مرحله دائما ريكوبيري، ثم كيدير واحد لابيل للفونكسيون اد كوموند، وهاد الفونكسيون اد كوموند ديكلاريناها في وسط اللود اللي هي هادي بهذا الشكل هنا. ثم اخر مرحله كنافيشي الريزولتا. اذا دائما خصنا حنا نفهموا هاد البرينسيپ هذا، ريكوبيري لي زانفورماسيون ثم لو تريتمون ثم ريزولتا. واي بروغرام كاين دائما كندوزو من هاد المرحله، كنشد كنشد لي زانفورماسيون ديال ليزاتور على حسب اي فورما، ثم كندير بعض لي تريتمون ثم كنافيشي الريزولتا. الى هنا غادي نكتفي بهذا الدرس هذا حتى او لا بهذا القدر هذا، حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.